تسمحين أخذ رأيك؟ أسمح طبعاً. ممتاز. أنا ما جربته لكن الأخت هنا تثني ثناء عظيم على الورق العنب والملفوف. أعطينا رأيك. أنا جربته كزبونة تقريباً من فترة طويلة، أجي أخذ الحقو على الملفوف دائماً بالليل يكون مخلص. يا سلام. يجي دفعة وتخلص بدري. ألد ورق عنب وملفوف شهادتي وشهادة الزبائن هنا، لأنه مطلوب مطلوب جداً. أنت جينا من الشرقية. هاند ميد. إيه شغلة هاند ميد، شغل ممتاز. يعني أسر منتجة. يا سلام. ويجيبون هنا صراحة روعة يعني. أحسن. مرة لذيذ. يا ما شاء الله تبارك الله. عندي أنا إضافة دوما أضيفها، أي مطعم أو أي فرع يضبط ورق العنب أو الملفوف خذ منه وأنت مطمن لباقي المنتجات. فإذا على كلامك شغلهم من الآخر أجمل ورق عنب على تجربة الأخ، أنا اعتمدتهم. يا سلام. لذلك حتى عندهم أنواع كثيرة جدا في جزيرة العجبان والمخللات. علينا يخلص علينا احنا. يا سلام. اسمهم حياتي مارت، لا يفوتكم ورق العنب والملفوف بشهادة الأخت. والأجبان عندهم سلطة المكدوس خيال، البست سيلر. يا سلام. التوصية